بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم مهندس علاء شعراوي من قناة الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. النهاردة إن شاء الله يا جماعة هنكمل محاضرات الرسم الهندسي. النهاردة عندنا مسقطين وهنجيب المسقط التالت. يلا مع بعض كده نشوف المسقط التالت هيجي إزاي. يلا بينا. يبقى زي ما اتعودنا يا جماعة قبل كده، أي خط أفقي بنوصله لحد الزاوية 45 أهو، تمام؟ هنمسك القاعدة الأول أهي، دي اللي هو بداية الرسم ونهايتها، ونطلع بيها خط رأس بالشكل ده. نطلع لحد فوق بالمنظر ده كده يا جماعة أهو. تمام، بص بقى الشكل الهرمي ده من الجنب كده ايه بين خط مستقيم اللي هو المسافه دي كلها، فاهو يبقى دي اعلى منطقه عندي، يبقى دي كده اعلى حاجه. نشيل الزياده. تمام، شايفين بعد كده؟ شايفين الجزء ده؟ هو هنا مفيش خط، يبقى حتى في الجاي يبقى في الجنب مفيش خط برضه. يعني لو كان عامل القاعده دي كامله كده كان كنا رسمنا خط، لكن مفيش خط. بعد كده في عندي بقى الجزئيه دي، في عندي الجزئيه دي، هناخد خط افق اهو، هنا خط افق اهو. بص يا باشمهندس، هو من الدنيا دي نازل لحد الارض، نازله ايه لحد الارض، فبطلع بيها كده بالشكل ده. تمام، يبقى الخطين دول يا جماعه ده اهو، والخط التاني اهو. ارتفاع فين اهو؟ ارتفاع بيجي منين؟ من المسقط الرأسي اهو يا جماعه، من هنا كده هيبقى هو الجزئيه دي. تمام، يبقى الخط اللي فوق ده بتاع الجزء الهرمي ده، ماشي؟ تمام، اوكي. هتقل بس عليها عشان تبان معانا. دي القاعدة اهي، كمان يا جماعة في محور، المحور الأزرق ده طالما يا جماعة عندنا محور لازم برضو نطلع بيه. عشان المحور ده بيمثل تماثل الرسمة، يعني الجزء ده بص الجزء ده زي الجزء ده، المحور هنا مهم عندنا. تمام، ونمسح أي زيادة بقى كده لو في أي خطوط زيادة مش عايزينها. وبكده يا جماعه يبقى الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل الجرس ليصلك كل جديد. نورتوني، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.